عفاريت المداح طلعت حقيقية وحضر الجن في اللوكيشن وخوفوا الفنانين، والفنانة لوسي كانت هتروح فيها. اللي حصل في كواليس المداح على مدار 3 سنين في موسم رمضان، قدر مسلسل المداح واللي بيلعب بطولته الفنان حمادة هلال انه يكون ليه مكانة بين الجماهير، وقدر يتصدر الترند بسبب احداثه المشوقة اللي بتتكلم عن الشيخ صابر المداح اللي بيطلع العفاريت والجن وبيشفي من المس الشيطاني. لكن المفاجأة بقى ان العفاريت دي طلعت بجد وحضرت في اللوكيشن وخوفت الفنانين، والفنانة لوسي كانت هتروح فيها. فيا ترى اللي حصل في لوكيشن مسلسل المداح؟ الموضوع بدأ بظهور الناقد الفني هاني عزب في مقطع فيديو على حسابه الرسمي على فيسبوك، واللي كشف فيه عن اللي حصل في كواليس مسلسل المداح، وقال ان عفاريت المداح طلعت بجد وحضرت في اللوكيشن وهم بيصوروا، والفنانة لوسي كانت هتروح فيها، وإنهم استعانوا بشيخ علشان يعرف اللي بيحصل في اللوكيشن، وكانوا خايفين على الفنانة لوسي يحصل لها حاجة بعد ما أغمى عليها. وقال هاني في الفيديو العفاريت في مسلسل المداح طلعت حقيقية والفنانة لوسي كانت هتروح فيها، ودي معلومة حصلت جوه اللوكيشن واتأكدت منها من أكتر من مصدر. وعلى مدار الحلقات اللي فاتت كان في مشهد تمثيلي بين صابر المداح ولوسي، وكان في مشهد متعلق ما بين الطرفين، وكان حمادة هلال بيقرأ آيات من السحر عليها، فالفنانة لوسي أغمى عليها وحصل لها حالة من التشنج والهلع. فريق العمل قعدوا ساعتين يفوقوها، وكان معاهم مصادفة شيخ محمد بيرجعوا له في المشاهد دي، ففوقها بآيات قرآنية وحصلت حالة من الرعب وقتها بسبب اللحظات دي. لحد دلوقتي مفيش حد من جوه اللوكيشن أكد اللي حصل مع لوسي، لكن بالرجوع لأحداث المسلسل ففي فعلا مشاهد كتير تمت بين الفنان حمادة هلال ولوسي اللي طالعة بدور جنية اسمها هند بنت الأحمر، واللي بتقول لصابر المداح إن ابنه مش ابنه وهو لكن ابن الجن والعفاريت، وتنقلب حياة صابر ويحاول يحمي ابنه من هند بنت الأحمر والعشيرة بتاعتها في أجواء كلها رعب وإثارة.